الشوط العاشر للبكار في هذه اللحظات اللي في اول المراكز. هذه مزاحمه للسيد سعيد بن محمد الخيارين في اول المراكز، اما في ثاني المراكز اللي في ثاني المراكز عاد رموز للسيد حمد بن علي بن جرحب مع رموز في ثاني المراكز في هذه اللحظات. اما في ثالث المراكز الشاهيني رصيد ناصر بن حمد الشهواني في ثالث المراكز، ولكن راحت مزاحمة راحت من ناموس والمركز الأول في هذه اللحظات. هذه مزاحمة ولكن وصلك المفتكر في هذه اللحظات السيد حمد بن علي بن جرحب مع رموز في اول في ثاني المراكز في هذه اللحظات، وعليها ترشيحات على رموز يا بن جرحب، فانتبه لهذه الترشيحات يا بن جرحب. اما في ثاني في ثالث المراكز هذه الشاهينية للسيد ناصر بن حمد الشهواني في ثالث المراكز في هذه اللحظات، ولكن مزاحمه وبدون اي اوامر حتى هذه اللحظات في اول مراكز. يدعون ملكية مزاحمة للسيد سعيد بن محمد الخيارين، ولكن اللي تسللت من الجانب الأيمن هذه رموز للسيد حمد بن علي بن جرحب، انتزع المركز الأول وسيطر سيطرة تامة مع رموز في هذه اللحظات في ثاني المراكز اللي هي مزاحمة. ويدعون ملكية مزاحمة للسيد سعيد بن محمد الخيارين. وصل الشهواني هذه الشاهينية للسيد ناصر بن حمد الشهواني، واصل المرعب الصغير في هذه اللحظات في ثاني المراكز. اما في ثالث المراكز هذه رموز، تهانينا والناموس للسيد حمد بن علي بن جرحب على فوز رموز. اما في ثاني المراكز هذه الشاهينية للسيد ناصر بن حمد الشواني. ثالث المراكز اللي هي مزاحمة للسيد سعيد بن محمد الخيارين، تهانينا والناموس لجميع الاخوة الفائزين.